is something good to have. طب لو في حاجه زي كده، لو في مشكله، لو حد قرا في الكتاب حاجه، او لو عندك اي مشكله يا جماعه في اي وقت، انا ابعت لي على طول او تعالى لي المكتب وريها لي، وانا احاول ان انا الحاجات كمان لو لقيت حاجه كومن كويستشن بقوم اتكلم فيه في المحاضره، اتكلم فيه في التيوتوريال، بحيث ان المشكله دي نحاول نحلها مع بعض. اوكي، فبليز جيف مي فيدباك طول الوقت. دايركتلي، حاضر حاضر ان شاء الله. ما هو ده اللي هتعملوه ان شاء الله الاسبوع. طيب دلوقتي بعد ما اتعرفنا على كل ده، احنا لسه بنتعرف، لسه بنتحسس طريق بس خلاص. فالمرحله اللي احنا فيها دلوقتي عايزين بقى نعرف طيب ايه الاجزاء المختلفه في الطياره. اوكي، وهنا هفوكس اكتر على اير كرافت، وهاجل الحته بتاع السبيس كرافت لما نيجي نتكلم في السبيس. هدي السبيس فتره اطول عن الاوريجينال اللي في الجدول ان شاء الله، واخلي ايه ان انا اتكلم على السبيس فيكلز مع بعضها مع السبيس ميشنز وكلام من ان شاء الله. فكل الطيارات سواء الطيارات دي مدنيه او حربيه ليها مين كومبوننتس كومن. يوجوالي لما بتشوف حاجه زي كده بتقول دي طياره. خليك عارف ان انا لما هتكلم النهارده بالذات، اما هتكلم على common aircraft. كلمة common دي معناها ان في non common، actually في طيارات كتير قوي ليها اشكال غريبة. اوكي، وستيل طيارات، وهنشوف بعض الامثلة منها، والامثلة مالهاش اول من اخر. لكن المين كومبوننتس بتاعت اي طيارة مشتركة، والمين كومين كنترول سيرفيسز كمان او الموفينج سيرفيسز كمان مشتركة. كنت عملت كليب صغير وباستخدام الطياره دي، مين فيكم اللي كان عامله؟ عمرو؟ احمد. انا كل مره اقول لك يا عمرو، مش كده، معرفش ليه معايا عمرو. كان عامل لنا الطياره دي وعملت عليها فيديو صغير. دي طياره والله مش وحشه. putting in mind طبعا ان هي معموله في 3 دقايق، الراجل عملها يعني بالكتر، عملها لنا بسرعه جدا. ستيل فيها المين كومبوننتس اللي احنا عايزين نتكلم عليها، والفيديو اللي موجود كان بيتكلم على المين موفمنتس، يا ريت لو تشوفوه. ايه المين كومبوننتس اللي انا اقصدها دي؟ اول حاجه الوينج. اوكي، طياره دايما اول حاجه بنفتكرها الجناح، وفي ما يسمى بالفيوزلاج. اوكي، كلمه فيوزلاج مقصود بيها دايما الجسم الرئيسي بتاع الطياره، اللي هو انت بتبقى قاعد فيه، او الشنطه بتبقى قاعده فيه، او الطيار بيبقى قاعد فيه. ومع ذلك هنشوف اكسبشنز للكلام ده. وما يسمى بالامباناج. امباناج كلمه مش مستخدمه كتير، يعني يمكن فيوزلاج تلاقي ناس اكتر تعرفها، لكن امباناج ناس قليلين يعرفوها. ده الاسم المجمع لمجموعه الديل. خلاص؟ نعم؟ الفيرتيكال والهوريزونتال. لا، من غير الحته دي كده. بنسميها امباناج. اوكي؟ نعم. اوكي. والاندر كارج. بروبابلي مش يعني مش بلاش مش هتلاقي، بس يعني الغالبيه الفظعى بتاعت الطيارات هتلاقي فيها الاربعه مين كومبوننتس. الاندر كارج ساعات بنسميها اللاندنج جير، مش هنتكلم عليها في المحاضره بتاعتنا. خلاص؟ لكن هي دي اللي بتنزل عليها. اغلبنا بينتظر انه يشوف عجل، لكن الاندر كارج ده ممكن يكون سكيدز، طيارات بتنزل على التلج، وممكن الاندر كارج ده يكون حاجه زي المركب، طيارات بتنزل على الميه، ممكن الاندر كارج ده يكون ستراتس لو انت هتنزل فيرتيكال. وان كنت انا ما شفتش طياره بتنزل كده، لكن شفنا السبيس ميشنز اللي نزلت على القمر كلها نزلت كده، صح؟ والطيارات الهليكوبتر لو نزلت فيرتيكال ما نزلتش على ممر، لو نزلت فيرتيكال بتنزل كده، بس يوجوالي بيبقى يا عجل يا سكيدز برضه، مش كده؟ تعالوا ناخدهم واحده واحده ونحاول يعني نتكلم شويه زياده عنهم.
اول حاجه اللي اتكلمنا عنها الوينج. والصوره اللي قدامكم دي يمكن مستخبيه شويه بكلمه وينجز، لكن دي صوره طياره اسمها نورثروب اتعملت سنه 47. الطياره دي من التايب اللي بنسميه فلاينج وينج. فلاينج وينج بمعنى ان الطياره كلها عباره عن جناح. واعتقد ان احنا شفنا المره اللي فاتت صوره لطياره من هذا النوع اللي هي الهيليوس، مش كده؟ الطياره عباره كلها عن جناح. بقيه الحاجات بتاعتها، طب الناس بتقعد فين؟ هتلاقي الطياره قاعد هنا. الانجن فين؟ هتلاقيه تحتيه. طب الديل فين؟ ملهاش ديل. امال الاستابيلايزيشن بيجي ازاي؟ وزي ما هنشوف في علاقه مباشره ما بين الاستابيلايزيشن وبين التيل. اوكي؟ لا، الاستابيلايزيشن بنعمله باجزاء من الوينج. اوكي؟ اند سو اون. ففلاينج في كتاب لطيف جدا عندي، كتاب حلو كده. اوكي؟ اسمه تيلس ايركرافت. تيلس طيارات اللي بتطير من غير جناح، كله بيتكلم بقى على المشاكل بتاعتها وازاي بتقدر تعملها ديزاين و نعم مش سامع مين كان عايز يوصل لي رساله من غير ديل، انا اسف. اوكي، لا وهنشوف طيارات بتطير من غير جناح برضه. خلاص، الراجل اللي شاف الفيديو ده غشش كل حاجه. هيستوريكالي احنا بنسمي الطيارات دي اللي هي بالنسبه لنا دلوقتي كلاسيكال بنسميها مونو بلينز. مونو بلينز ليه؟ لان ليها جناح واحد. خلاص، هو في طيارات لها اكتر من جناح؟ اوكي، اكشوالي اوريجينالي الطيارات كانت باكتر من جناح. خلاص، الطياره اللي ليها جناحين بنسميها باي بلين، واللي ليها ثلاثه بنسميها تراي بلين. في حاجه ليها اربعه؟ انا ما شفتش. از ات امبوسيبل؟ لا، مش امبوسيبل. يمكن واحد بس ساعتها تبقى طياره مربعه، حاجه غريبه شويه. لكن ايه اللي كان بيخلينا نعمل الطياره بجناحين او بثلاثه؟ احنا محتاجين ليفت، والليفت ده مرتبط بمساحه الجناح. بس لو هعمل الجناح مساحته كبيره معناه ان انا محتاج ستراكشر قوي. اوكي؟ فالستراكشر القوي في اوائل القرن العشرين كان بروبابلي هعمل ستراكشر خرسانه او ستيل، وفي الحالتين ما كانش هيطير، صح؟ فقلنا نعمل ايه؟ طب تعالى نقسم مساحه الجناح دي على حتتين فوق بعض. Is this good? It turned out to be useful. I get the lift almost the same amount of lift but structure weight اقل. بس برضه ستيل كان الاستراكشر عنده فيه بروبلمز، وكنا بنضطر نربطه باسلاك وحاجات كده. خلاص؟ مع سرعه الطيارات ما بتزيد اكتشفنا ان الاسلاك دي والحاجات الاستراتس اللي محطوطه دي بتعمل لنا مشاكل ثانيه. دراج، السرعه عليت، دراج بيعلى، وهي شكلها مش ستريم لاين، فابتدينا نحاول نعملها ستريم لايننج. هاويفر ستيل ذي وير بروب، لغايه ما الحمد لله قدرنا نطلع مونو بلين. اوكي؟ لكن دلوقتي انا اقدر اقول لك ان انا if I can make a biplane او triplane من غير مشاكل الستراتس دي I would do it. ليه؟ بتعمل لي higher maneuverability. فلو عايز اعمل طياره مثلا aerobatics، لو عملتها biplane يمكن تديني maneuverability اعلى، يمكن مش دايما. فارجع بقى انت للي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت، المشن. مطلوب منك تطير على ارتفاع قد ايه وسرعه قد ايه، مطلوب منك مانوفرابيلتي شكلها قد ايه، مطلوب منك تعمل حركات واكسلريشنز شكلها قد ايه. اكوردنجلي اختار الديزاين بتاعك. النهارده اغلب الناس بتفكر مونو بلينز. Is that the best solution? Never take something for granted. لو كل الناس بتعمل يمين ستيل انت ممكن الشمال بتاعك يبقى حلو. خلاص؟ ف دونت ستيك ليه؟ للكونفشنال ويزدم. الاجنحه بتاخد اسامي مرتبطه بشكلها مش بس برقمها، مونو بلين وداي بلين وباي بلين وتراي بلين. كمان بنسمي ريكتانجلر وينج، ترابيزويدال وينج، واليبتيك وينج. ترابيزويدال ده ساعات بنسميه تيبرت وساعات بنسميه ترابيزويدال، في الحالتين احنا بنتكلم على نفس الشكل، مش كده؟ التلاتة دول بنقول عليهم ستريت وينجز. اوكي؟
ليه تقدر ترسم خط مستقيم هنا وهنا وفوق؟ ده ستريت وينج، حتى لو شكله مش واخد شكل المستطيل. اوكي؟ طيب امال في حاجه مش ستريت؟ اكشولي اغلب اللي انتم بتشوفوه مش ستريت، مش كده؟ اغلب الطيارات الكوميرشال النهارده بتلاقيها بتقع في الكاتيجوري ده، واخده سوابت باك وينج، جناحها مسحوب لورا كده. خلاص؟ ده له تو افكتس، واحد منهم ايروديناميك عشان ابعد الويكس اللي هنتكلم عنها بعدين. اوكي؟ والتاني ستابلايزنج. وفي ديتيلز تانيه مش دوري نتكلم فيها دلوقتي. خلاص؟ بس لما سرعتي بتزيد بحتاج اخد جناحي لورا شويه. بيساعدني احسن في الطيران. ستابلايزنج يعني تزود ال الايه؟ الثبات. اوكي؟ الاستابيليتي. واعتقد الاستابيليتي جايه من الثبات. نعم؟ يعني ايه ملوش دعوه بالدراج؟ مفيش حاجه لا كده ممكن يساعد في الدراج. سواب باك كده واخد انت الويكس لورا. فالايفكت بتاعها على الحته القداميه من الجناح بيقل. احنا لسه ما اتكلمناش في الويكس. بس انا بقول ان هو له ايروديناميك ايفكت وله ستابيليتي ايفكت. ذاتس انف فور ناو. وبعدين هنبتدي نرجع له بعدين. يا ترى الطياره ممكن تغير شكل جناحها؟ اوكي؟ زي ما بتغير اتجاه الثراست بتاعها وشفنا الفيرتيكال تيك اوف اند لاندنج اير كرافت وكلام من ده. اه طياره زي الاف 14، اف 14 دي ولا اف 15؟ 14 مش كده؟ الاف 14 بتعمل ما يسمى بالمورفينج. مورفينج بمعنى ايه؟ بمعنى انها بتغير شكلها وهي طايره. ات لو سبيدز بتلاقيها مطلعه الجناح لقدام. ذس از مور افكتيف ومور افيشنت في الطيران. وبيساعدها اكثر انها تطير بسرعات اقل. لكن ات فايتنج انت مش عايز حاجات كده ايه محذوفه بعيد، انت عايز كل الجسم يبقى ملموم. وفي السرعات العاليه كمان والسوبرسونيك فلايت تحتاج الشكل ايه يكون واخد مسحوب كده. اوكي؟ فبتقوم لما جناحها لورا. Is this good? I would argue it is not. خلاص؟ بس it's good for that design maybe. لكن يعني واحد من الريفلكشنز اللي تقدر تبص عليها على طول، كم طياره بعد الاف 14 عملت نفس السيستم؟ اوكي؟ فإتس working. It has problems. اي حاجه بتتحرك عندك في الطياره يعني وزن زياده، يعني مور كومبلكسيتي في السيستم، يعني هيدك، يعني يستحسن لو تبعد عنها. خلاص؟ بس ده لا يعني برضو ان انا ممكن في يوم من الايام اطور النظام ده واخليه كويس واحسن وتلاقي كل الطيارات بقت مورفينج. خلاص؟ اجين الحاجه اللي وحشه النهارده مش ضروري تفضل وحشه على طول. خلاص؟ برضو هلاحظ ان انا عندي طيارات كتير قوي بتستخدم ما يسمى بالدلتا وينج. از ماتر اوف فاكت الاف 14 دي وانس لمت جناحها لورا بقت دلتا. اغلب الفايترز هتلاقيها دلتا. اولموست كل السوبرسونيك هتلاقيه دلتا دلوقتي. اوكي؟ بيزيكلي الاستراكشر اتلم بقى وخد الشكل اللي انت عاوزه. طب ليه اخليه كده حر؟ ما تلمه كويس وتخلي الاستراكشر ماسك نفسه كويس من غير وزن زياده. لم الموضوع على بعضه احسن. اوكي؟ الكونكورد هنا مثلا دلتا وينج وملهاش، لا ليها كونكورد كان ليها تيل، لا ملهاش هورزونتال ستابلايزر. عندك الميراج 2000 مصر عندها كام طياره اللي فيكم بقى المفروض من هنا ورايح كلكم تتابعوا اي طياره في اي حته طايره وتبتدي تتفرج عليها والطيور. المفروض بقى تبتدي ايه؟ انا عايز ايه الهوس بتاع الطيران ده يبتدي يلحسكوا كلكم. خلاص؟ ابتدي بص على الفايترز وهي كلها هتلاقيها كده. بعض الفايترز زي الميراج 2000 مثلا ملهاش هورزونتال ستابلايزر. اوكي؟ بتطير بكله في الجناح بتاعها. احنا عندنا الميراج 2000 في مطار البريجات ودي مش اسرار عسكريه يعني. اوكي؟ الاف 16 في غرب القاهره اللي هو على اول طريق الصحراوي، فاللي ماشي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي كتير
probably هيشوف الاف 16 الميراج من حين لاخر. اوكي؟ اخيرا السويب فورورد، وده ما كده لما اكلم سويب باك وسويب فورورد ودلتا وما اعرفش ايه، this is not all the story. في النهارده بنتكلم على سكيود وينج، جناح مش بدل ما هو عامل كده عامل كده. اوكي؟ السويب فورورد بنحتاجه للستابيلايزيشن بتاع الاستراكشر مش الايروداينامكس. سويب فورورد له مميزات في حاجه اسمها الفلاتر، السرعات العاليه. لما بيبقى عندك جناح بالشكل ده ممكن الجناح العادي ممكن تلاقيه ابتدى يرفرف لوحده ويتكسر. اوكي؟ This is an advanced issue ما بنتكلمش عنها usually undergraduate، بنتكلم عنها في graduate studies. خلاص؟ لكن still this is not so common to see، يمكن يبقى common مع زيادة سرعات الأجنحة أو الطائرة بشكل عام. عموما لكن ده مش معناه ان انا ما بعملش جناح كده وما بعملش جناح كده. ده بنسميه دايهيدرال. تدي له دايهيدرال انجل او انهيدرال انجل. بتلاحظ الانهيدرال انجل دي في الطيارات اللي جناحها فوق وتقيله بتلاقيها عامله كده. خلاص؟ ده ستابيلايزنج برضه. مش فاهم. كده؟ كده أو كده؟ طب ما this is the angle of attack. أنت بتبقى ماشي بانجل اوف اتاك، بس يوجوالي ما بتلاحظهاش قوي. لأنها بتبقى صغيرة، احنا بنتكلم على درجات من 0 ل 15 درجة بس، 15 درجة دي حاجة أنت يعني ما بتحسش بيها قوي. أوكي؟ بعد كده نتكلم عن الامباناج. الامباناج اللي هو مجموعة الديل الكلاسيكال فيو بتاعها ما يسمى بالهوريزونتال ستابلايزر والفيرتيكال ستابلايزر. هوريزونتال ستابلايزر وفيرتيكال ستابلايزر، وتلاحظ ان الاثنين فيهم كلمه ستابلايزر. هو ايه اللي بيثبت الطياره؟ مش بيثبت وانما بيعملها ستابلايزيشن. دوروا لها بقى على كلمه. خلاص؟ الكلام الدارج في وسط برضه مهندسين طيران، يعني تقول الايه التيل والفن. خلاص؟ وان كان كلمه تيل كلمه جامعه، صح؟ لكن يوجوالي لو قلت تيل كده وسكت بتقصد ده الهوريزونتال ستابلايزر. فن هي الفن الزعنفه. اوكي؟ اللي هي الفيرتيكال ستابلايزر. دلوقتي الطياره دي وهي طايره كده اهي قدامكم كلها طايره كده، خلاص؟ ومره واحده في واحد نفخ كده، هيحصل ايه؟ هتجري مع الهواء، مش كده؟ طيران متعلقه في، هي اكشولي مش شايفه كتير، هي الهواء بيتحرك اتحرك معاها. بس لو حصل جاست زي اللي كنت بحكي عليه من شويه، وجا مره واحده هواء خبط كده في الطياره، انت عايز الطياره وهي ماشيه كده ما تبعدش عن المسار بتاعها، وخصوصا ساعه اللاندنج، مش كده؟ انت عايزها تفضل محافظه على المسار بتاعها. هاويفر حصل هواء، هيعمل ايه الهواء ده؟ هيزق كل الطياره كده. بس هيحصل حاجه ثانيه، الفن دي طالعه كده لوحدها زعزوعه كده وبعيد ورا مركز الثقل بتاع الطياره، يجي هتلاقيه هنا، صح؟ يقوم الهواء وهو جاي بيخبط في كل الطياره، بس خصوصا الجزء ده واقف له كده زي اللومه في الزور، هيعمل فيه ايه؟ مش كده؟ لما يعمل كده بقى اتجاه الطيران بتاع الطياره عايزه ترجع كده. خلي بالك الهواء عايز يحدفها الناحيه دي، الخبطه اللي جت في الفن لففتها كده، فالثراست بتاعك عايز يرجعك كده، فدي كاونتر اكتنج لدي، صح؟ تقوم الطياره ترجع للمسار بتاعها. لو حصل ان الهواء جاي من تحت لفوق هيحصل ايه؟ هيطلع عايز يرفع الطياره كلها.
السي جي او السنتر اوف ماس قريب من الوينج. مين اللي بعيد؟ هوريزونتال ستابلايزر. فاللي هيحصل ايه؟ الهواء اللي طالع من تحت ده هيعمل ايه؟ خليك عايز تنزل، يرجعك للمسار الاصلي بتاعك. العكس. نعم؟ انت عايز تمشي كده مش كده؟ ولسبب ما الهواء طالع قام واخدك وطالع لفوق، مطب هواء. اوكي؟ بس عملت ايه دلوقتي؟ هو الهواء واخدك وطالع لفوق مش كده؟ بس وهو طالع لفوق كمان عمل لك مومنت تخليك تنزل لتحت، فجزء من ده هيشيل ده والباقي على الطيار. بس انت لو طياره وطياره لوحدها المفروض ان هي تبقى قادره الى حد كبير ان ما بين ده هبلغ عن الديزاينر والمانيفاكتشرر ما بين ده وده الطياره ايه بترجع قريب من المسار. لو بقى عندك طيار او اوتوبايلوت او حد بيعمل ريموت كنترول يبتدي يرجعها بسهوله، بس من غير ده انت رايح في اي حته لم بقى. اوكي؟ طيب فعشان كده سميناهم ايه؟ سميناهم ستابلايزرز. التيل ده دي الكونفنشنال، بس عندك ممكن يبقى عندك ما يسمى بالاتش تيل او اليو تيل او اللي هو ساعات بيسمى برضو توين تيل. او تبص على ده تلاقيه واخد الاتش، شكل الاتش مش كده؟ ساعات بنسميه يو او انفرتد يو لو عندك الهوريزونتال ستابلايزر فوق او تحت الايه الفيرتيكال فينز. هنا بقت فينز بقى مش كده؟ وانا عندي جسم صغيره بعيد اللي هو الفيل بعيد قوي، هو المومنت كده كده هيحصل. كده كده هيحصل، بس حجمه قد ايه؟ مقداره قد ايه؟ لا لا دي بقى ان شاء الله في بعد كده لما هناخد فلايت ميكانكس، احنا في الكورس بتاعنا هناخد فكره عن الفلايت ميكانكس. هتيجي ان شاء الله في كورس في سنه ثالثه باذن الله، ثالثه ولا رابعه، هتاخدوا كورس بقى فلايت ميكانكس. فلايت ميكانكس هتلاحظ الفن لما بتشيلها من المعادله الطياره بقت انستيبل. ايه تعريف الاستابيليتي؟ مش وقته بس ليتس توك اباوت دلوقتي. اوكي؟ في فرق بين كلمه ايكوليبريم وكلمه ستابيليتي. تكلموا امبارح عن الايكوليبريم مين روهاندا؟ تكلموا عن الايكوليبريم. اوكي؟ ايكوليبريم خلاص؟ احنا كل حاجه از ان ايكوليبريم. بس في ستاتيك ايكوليبريم وفي دايناميك ايكوليبريم. ستاتيك ايكوليبريم بتقول مجموع الفورسز ومجموع المومنتس بصفر. دايناميك ايكوليبريم بتقول ان مجموع الفورسز بيساوي الماس في الاكسلريشن، مجموع المومنتس بيساوي الانجلر اكسلريشن في الانرشي. خلاص؟ دي الدايناميك ايكوليبريم. لكن الايكوليبريم ما بتقولش اي حاجه عن انت ستيبل ولا لا. ستيبل يعني ايه؟ ستيبل يعني انا اقدر معيش نص جنيه ولا جنيه. اي واحد فينا ممكن لو ايده يعني حساسه شويه يوقف الجنيه على سيفه. صح؟ لو السيرفس عدل كويس كده تقدر توقف الجنيه على سيفه. That's equilibrium؟ Yes. That's static equilibrium. Is that stable؟ اديله بس همسة حركة. هيرجع لأصله ولا هيبعد؟ رجع لأصله بقت stable. بعد بقت unstable. اوكي؟ الطيارة هنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى في كلمة stability. السيستم وانت طاير كده في ستيدي ستيت لو حصل ديستربنس للستيدي ستيت دي عندك تندنسي ان انت ترجع للاصل ولا ما عندكش تندنسي انك ترجع للاصل؟ لو ما عندكش تندنسي كسيستم ان انت ترجع للاصل الوضع الاصلي اللي كنت عليه يبقى انت انستيبل. خلاص؟ فده الديفينيشن بتاع عشان كده سميناه ستابيلايزر. اوكي؟
عشان كده في مينيمم سايز ليه، لو نزلت تحتيه بقت بقى موجود ولو افكت بس نوت انف. خلاص لو زدت قوي 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 عنه بقت الطياره تو ستيبل، بقت تقيله. خلاص وابتغي بين ذلك سبيلا بقى. نعم لو انت فايتر وحشه، لو انت سيفل ممتاز. اوكي ميشن. في طبعا ما يسمى بالتي تيل، وفي التي تيل انا برفع الهوريزونتال ستابلايزر فوق لاسباب مختلفه، من اشهرها ان انا يبقى عندي انجن. اوكي زي الدي سي 10 ودي التوبولوف مثلا. اوكي وفي البوينج 727 مش موجود منها كتير، بس 727 برضو في ديل ورا بتاع ده انجن ورا، فبتلاقي لها ايه. وفي حاجه اسمها تراي ستار، في كذا طياره من هذا النوع. في ما يسمى بالفي تيل، الفي تيل بياخد بدل ما انا عندي هوريزونتال ستابلايزر وفيرتيكال ستابلايزر، الثلاثه سيرفيسز دول بعملهم اثنين بس واقوم مديهم زاويه. اوكي از ذات جود؟ ميبي. از ذات باد؟ ميبي. اوكي ده بيصعب شويه الديزاين، بيصعب شويه الايكويشنز اوف موشن، بس بيوفر لك وزن. از ذات جود اور باد؟ دونت جادج. اوكي ارجع وشوف وقارن الديزاين ده بالديزاين ده في الميشن دي. خلاص بس يوجوالي دلوقتي قليل لما بتلاقي طيارات يعني لو سبيد وسيفيليان في تيلز، بس اشهر الحاجات اللي موجوده النهارده البريديتور. اوكي ويمكن كنا عاملين صقر السنه اللي فاتت في قسم طيران برضو كانت انفرتد تيل. اوكي صقر دي كان السبان بتاعها 3 متر بس. خلاص از ذات جود اور باد؟ اي ويل تيل يو ات واز ا هيديك. الديزاين بتاعها والايكويشنز اوف موشن بتاعتها كانت ريل هيديك. لكن از ات بيتر؟ ما لحقناش نعمل تو ماني اكسبيرمنتس. خلاص اصلا عندنا الكتريك فيلير في تيست فلايت، فالطياره عملت كاميكازي. عارفين كاميكازي؟ الطيارات الياباني اللي كانت بتنزل وتقوم داخله في المراكب الامريكاني، هي عملت كده فول ثراست ورشقت في الارض. خلاص بس ده كانت مشكله الكترونكس، حصل فيلير في البطاريه. الانجن شغال، انجن جاز شغال، والبطاريه وقعت، الالكترونيك سيستمز وقعت، الطياره كملت ورشقت في الارض. اوكي اجين ذات واز ذا فيرست تيست فلايت. ان شاء الله نحاول نعمل صقر اثنين السنه دي. اوكي الجزء الثالث اللي قد يكون اهم حاجه، لان ده الحته اللي انت بتقعد فيها يوجوالي، الفيزلاج. اوكي الفيزلاج عباره عن ايه؟ علبه بتحط فيها الناس، ولو مش تحط ناس هتحط اكويبمنت، هتحط شنط، هتحط خلاص. العلبه دي هي اللي بتجمع اجزاء جسم الطياره. ممكن يبقى شكلها غريب شويه زي الاف 117 مثلا، اللي هي معموله علشان معمول الشكل الغريب ده علشان مش عشان حاجه معينه، ان هي الرادار ما شافهاش. هوفر انا كبتاء طيران اقول ايه الهبل ده؟ ده منظر تطير بيه؟ ممكن يكون شكله اكسايتنج كده وبتاع، لكن كده الطياره نيله. هوفر نيله دي ليها ميزه خطيره، انها تبقى معديه فوق وبتلف ورايحه جايه وانت ولا انت حاسس بيها. از ذات جود اور باد؟ اوكي بروبابلي باد فور مي، جود فور ذم، مش كده؟ لكن ده شكل غريب. هاويفر يوجوالي ادي المنظر اللي بنشوفه للفيوزيلاج لوحده. دي مثلا طياره جلف ستريم، الطياره دي تشيل حوالي 20 باسنجرز. اوكي لما تيجي تبص كده ادي الكوكبت، ادي النوز، لسه ما تحطش الاكويبمنت بتاعت النوز، الشبابيك ال 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 ال، قارن ده بالايرباص A350 نوت ماتش ديفرنت، مش كده؟ زاد بس الحجم.
وبالتالي عدد الابواب علشان الايفاكيويشن. انا مش محتاج الابواب دي كلها غير بس عشان الامرجنسي، لكن في الطيران العادي انا محتاج باب واحد قدام او بابين. خلاص؟ لما عدد الركاب بيزيد بطريقه لا اذروايز هي هي. مش كده؟ لكن ده مش معناه ان كله بالشكل ده. ادي طياره لما تشوفها تقول فين الفيوزلاج؟ او الفيوزلاجز؟ ولا ايه بالظبط اللي قدامي ده؟ اوكي؟ This is an aircraft. اوكي؟ I would say ان it makes sense ان البايلوت قاعد هنا. مش كده ولا ايه؟ How about this؟ قاعد فين؟ اوكي؟ دي الطياره اللي عملتها فيرجن جالاكتيك عشان تطلع الشاطل بتاعها، السبيس شاطل بتاعها. اوكي؟ الطياره دي اسمها وايت نايت، ودي اتعملت سنه 2008 يعني اول امبارح. خلاص؟ فين البايلوت؟ في وليه في اتنين ليه مش واحد؟ هو لحظه واحده اجيل، شوف احنا كلنا كل اللي بنفكر فيه يتحكم في الطياره ازاي لازم يبقى في النص عشان السيمتري، مش كده؟ كمان الكلام ده كان لما كانت ميكانيكال ولا حتى باي واير. النهارده انت كله الكترونيك. صح؟ Do I need to be في النص؟ نعم؟ أي حاجة بقى، أنا مش ضروري أساساً أبقى على الطيارة. صح؟ ممكن يكون مقعد هنا إيه؟ مراقبين دوليين. خلاص؟ طيب نعم ما قلت لك في سكيود وينج باظت السيمتري في كل حاجه ليه؟ انا عايز انا فعلا عايز اقرا عنها، انا شفتها بس ايه اللي بيجرى ده؟ لا ما هو لما هيعمل عايز يحاول الشمال بقيه جسم الطياره هيتحرك او يعني الكنترول سيرفيس هيتحرك بشكل سيمتريك، ويوجوالي في الحاله دي هيبقى معتمد اكتر على الاكويبمنت منه على ان هو شايف بعينه. اوكي؟ لا دي طياره. اوكي؟ بس معموله كده لان الشاتل بيبقى متعلق هنا في النص. اوكي؟ لو تفتكروا ال 747 كانت بتشيل السبيس شاتل بتاع الامريكان قبل ما يتركب له الصواريخ بتاعته، بس دي كانت سيمتريك، كان بيحط السبيس شاتل فوقيه. خلاص؟ هنا لما جه يعمل الطياره دي قال لك ايه اللي يخليني اخد 747 واحط الشاتل فوقيه وانا هعمل طياره مخصوص عشان تشيله. طب هو شكله ايه؟ هو شكله اكس واي زد. شفتوا الفيديو بتاع فيرجن جالاكتيك؟ مين ما شافوش؟ واو. لا يا جماعه الفرجه على يوتيوب من هنا ورايح، لو حد قفشك كنت بتتفرج على يوتيوب تقول والله العظيم بذاكر يا بيه، والله العظيم والله العظيم بذاكر، ما حدش يضربني. الدكتور هو اللي قال لي اتفرج على يوتيوب. اوكي؟ بليز يوتيوب زي اي تول. لو عايز تستفيد بيها استفيد بيها، لو عايز تضر نفسك بيها هتضر نفسك بيها. يو تشوز. خلاص؟ في حاجات لطيفه جدا ممكن نتعلمها من هناك. اتفرجوا على الحاجات دي. بالذات الحاجات اللي حاططها لكم على الصفحه بتاعت الويكي يوجوالي فيها pieces of information that are useful for you regardless of the exam. Don't care. خلاص؟ How about this؟ فاكرين الزرزور؟ فاكرينه؟ فين الجناح؟ فين الجراح؟ طب هو فين الظابط؟ الطيارة دي بتطير، ده ليفتنج بادي زي صاحبنا الزرزور اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. اوكي؟ الانجن هنا يمكن روكت انجن بس اتس نوت فلاينج لايك روكت. اتس فلاينج. فلاينج. اوكي؟ ومين اللي بيشيل؟ فين المين ليفتنج سيرفيس؟ اهو بطن الطيارة أهو
مش في هوريزونتال فيرتيكال ستابلايزر زي ايه اللي ورا هنا؟ بروبابلي اليفيتور. من الجسم. مين اللي بيسال؟ من الجسم. تاني بصيت على الزرزور، انزلوا يا جماعه انزلوا، اخرج من المدرج يا ابني انت وهو، اخرجوا في الجناين، اوكي؟ اخرجوا واتفرجوا على طيور وهي بتطير. ده بقردان والغراب بس كفايه انك تعمل فيهم دكتوراه. اللي فيكم بقى يعني ايه، يقدر يستنى كده ساعة المغربية ويتفرج على البومة وهي طايرة. في بوم، في بوم كتير طبعا، اوكي؟ لو قدرت بقى في حتة تقدر تتفرج على الصقر. الحداية موجودة في حتت كتير يا جماعة، الطيور دي ربنا بعتها لنا عشان نتعلم منها، وبالذات انتوا بقى عليكم واجب ان انتوا تتفرجوا عليها وتتعلموا منها. all the time بنحاول نتعلم منها حاجات كتير، بس ساعات بنمشي في سكتنا احنا، لان احنا عارفين ان احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نطير زي الطيور، فبنحاول اللي احنا عملناه نحسنه، وساعات بنحاول نتعلم من الطيور. اوكي؟ في كليم ان احنا اتعلمنا فكره الوينجلتس من الطيور. اوكي؟ whether that claim is right or wrong still الطيور عندها وينجلتس. نتكلم عنها المرة الجاية، المرة اللي بعد اللي بعد اللي جاية إن شاء الله. خلاص؟ however الفيديو موجود لو عايز تتفرج عليه. بس مش يعني عالية جدا دي نسبية برضو. والله لو الفلاينج سيرفيس ده، لو البادي ده يعمل ليفت كفاية، يبقى أنا مش محتاج فيري هاي سبيد. بتبطأ انف ان هي تنزل. الطياره دي خلي بالك اتعملت سنه كام؟ شفت كام طياره بعديها بالشكل ده؟ اوكي؟ دي اكسبيرمنتس، بس سكسسفل اكسبيرمنتس. كون انا بعمل، وده يمكن برضو يخلينا نفرق ما بين ما يسمى بالبيزك ريسيرش، ان انا بدور على كونسبت والكونسبت ده بيشتغل ولا لا، وما بين ان البيزك ريسيرش ده يتحول الى ابلايد برودكت. ما بين هذا وذاك في عالم. مش ضروري كل البيزك ريسيرش يعتمد على البرودكتس. اللي بيحاول يقول لك لازم الريسيرش يخدم البرودكشن غلطان. لازم نتست انفينيت نمبر اوف كونسبتس. less than 10% of the concepts اللي بنطلعها في البيزك ريسيرش هي اللي بتوصل للبرودكشن في الاخر. بس لولا ال 90% الثانيه دي ما كانش البرودكت طلع. اوكي؟ خلي بالك. المهم فده بيزك كونسبت. اتس بروفن وي كان فلاي. جو اون از ذات كوميرشالي فايبل؟ مش عاجبنا لغايه دلوقتي. فاهم؟ طبعا انا بقى يبقى نوقف في حته سبيس كرافت، ما تتفرجوش على الفيديوز بتاعتها او على الاقل مش هجيبها لكم في الميد تيرم الجاي. خلاص؟ ان شاء الله. خلينا لما نيجي نتكلم عن سبيس. هاويفر احنا كده اتكلمنا عن البيزك كومبوننتس بتاع الطياره، على الاير كرافت، وقلنا حتى على بعض الحاجات الغريبه اللي ممكن تبقى موجوده فيها. اوكي؟ النهارده هيبقى في تيوتوريال باذن الله، مش كده؟ هتحضروا ولا مش ناويين؟ طيب. في يوم الثلاث بكره، الثلاث ده النهارده، في البريك ان شاء الله في دكتوره زينب عامله سيمينار عن السبيس، الاسترونومي. اوكي؟ اتس نايس ايديا. انا هحاول ازحلق الميتنج بتاعي اللي في الوقت ده واجي احضر معاكم. هاويفر يعني حاولوا تحضروا اللي فيه، بالذات اللي انترستد في الاسترونومي. وخلي بالك استرونومي غير استرونوتكس. اوكي؟ استرونومي حاجه واسترونوتكس حاجه. الاثنين كلمه فيهم استرو عشان الاثنين بره في الهو. اوكي؟ فدي حاجة. والنهاردة إن شاء الله هنحاول نتكلم، نكمل بعض النقط اللي اتكلمنا فيها، ونحاول كده ناخد فكرة عن الهومورك اللي هتعملوه. مش هحله لكم طبعا، انتوا عارفين يعني. اوكي؟ حاجة ما خدناهاش، وهتعملوا انتوا الهومورك بمعرفتكم عادي. ها شرير خليكم فاكرين. تمام؟
ماشي يا شباب، نشوفكم إن شاء الله كمان شوية. شكراً.